وجاء في المسند من حديث أبي هريرة أن المسيح الدجال أجلى الجبهة، يعني حتى شعر مقدمة رأسه عريض النحر به دفى، يعني به انحناء، هو عريض النحر أجلى الجبهة به انحناء. وجاء عند مسلم من حديث حذيفة أعور العين اليسرى جفال الشعر، يعني أنه كثير الشعر، مع أنه جعد الشعر فإنه كثير شعر رأسه. وقد جاءت رواية عند مسلم أن على عينه اليسرى ظفرة غليظة، يعني لحمة غليظة،